يقول أتاني شخص وقال لي أنتم تزعمون أن عثمان بن عفان جمع القرآن، أين القرآن الذي جمعه عثمان؟ والقرآن الذي لدينا الآن هو برواية حفص عن عاصم، وهؤلاء شيعة، يعني حفص وعاصم، كيف تقرون قرآن شيعي؟ يعني هذا كما يقول مما يضحك الثكلى. يعني أولا القرآن الذي جمع عثمان، إلى الآن هذا المصحف يقال له المصحف العثماني، إلى اليوم يتسمى بالمصحف العثماني، ورواة القرآن كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، عثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وزيد وأبو هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو الدرداء، كنا قلت أبي ولا ما قلته؟ أبي بن كعب. طيب هؤلاء نقلت القرآن عشرة، من أبو موسى الأشعري، هؤلاء نقلت القرآن العشرة رضي الله عنهم، ونقله عنهم يعني التابعون، والتابعون نقل عنهم التابعون، وهذا أمر سارت به الركبان أصلا. ولذلك نقول للشيعة دائما نقول أين قرآن آل البيت؟ أين قرآن رواه علي ورواه عن علي الحسن ورواه عنه الحسين ورواه عن علي بن الحسين ورواه عنه الباقر فالصادق فالموسى الكاظم؟ وين هذا القرآن؟ يعني نقلوا كل شيء عن آل البيت إلا القرآن، فهم كذبة يعني في هذا، هم لا يستطيع أن يروا القرآن ولا يسندون القرآن إلا لأهل السنة. وحفص ليس بشيعي وعاصم ليس بشيعي، وأنا رجعت إلى كتب التراجم في كتب الشيعة، لا يذكرون عاصم ولا يذكرون حفص، من هذه دعاوى باطلة لا قيمة لها. ولذلك يقولون هم أن جعفر الصادق روى القرآن عن حفص، فقلت لهم جعفر يروي عن حفص، ليش ما يروي عن أبوه عن محمد الباقر؟ ليش يروي عن حفص وعلمهم لدني؟ كل حال ليس هذا مكانه.